إلى كتاب الاعتقاد للقاضي أبي يعلى، والكلام فيه على حقيقة الإيمان، الكلام فيه على حقيقة الإيمان. قال: والتصديق بذلك قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان، وينقص العصيان، ويستثنى في الإيمان، ولا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. هذا الرد طبعا رد قاطع على الأحناف. فإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو. طبعا هذه لها تفصيل، لأن فيها أقل ثلاثة سنبينها إن شاء الله. فقول هنا الإيمان تصديق باللسان، قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. الإيمان قول باللسان، قول باللسان، وهو النطق بالشهادتين، النطق بالشهادتين. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى غيره، إلى آخر الآيات. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. فشرط لمن يستطيع النطق أن ينطق بالشهادتين ويترفض بهما، فمن استطاع النطق فلم يفعل، وإن اعتقدها يكفر. وهذا الذي كان من عم النبي صلى الله عليه وسلم، عندما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، وهو كان يعتقدها. وقال: لقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذاري مسبة لكنت بها، أو قال أصبحت بها مبينا. أذكر الشطر الذي قاله. فإذا كان الله في عونك مالك، أحسن الله عليك. فإذا القول في هذا الباب هو على أن من اعتقدها وعلمها ولكن لم ينطق بها، لم يتلفظ بها، وهو يعلم وهو يستطيع، فهذا لا 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 ينفعه ذلك، لا ينفعه العلم والاعتقاد، ويبقى كافرا على ما هو عليه. وكما قلنا، عم النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحج لك بها عند الله. ثاني، لو وجدتني سمحا بذاك مبينا، ممتاز، جزاكم الله خيرا سلف. لو وجدتني سمحا بذاك مبينا، نعم. لكنه الكبر منعه، يعني الرجل بعد ما اعتقد الكبر منعه، والدلالة من السياق على أن الكبر هو الذي منعه، بأنه قال: لا يعلو استي رأسي، لا يعلو استي رأسي، وهو يعلم يقينا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال: لا يعلو استي رأسي. قال: تصديق قول باللسان، وتصديق بالجنان، تصديق القلب. وتصديق القلب ركن من أركان الإيمان، والقول باللسان ركن من أركان الإيمان، والعمل بالجنان والعمل بالأركان ركن من أركان الإيمان. هذا الأصح والأسد عند أهل السنة والجماعة. التصديق بالجنان الذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق وصدق به. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. في رواية قال: من قال لا إله إلا الله مصدقا بها قلبه دخل الجنة. فهذا أيضا في تصديق الجنان. وهذه مسألة هي أعظم المسائل،
لأنه بتصديق الجنان يخرج ذلك النفاق. الله أكبر الله أكبر. قلب ركن إذا ما استلزمه يكون ركنا، وإلا فالاختلاف بالعلماء فإنه شرط أو ركن، هذا خلاف لفظي لأن الثمرة واحدة، لكن الأشق هو الاختلاف أن يقال هو شرط كمال أو شرط صحة. هذه هي المشكلة الكبيرة، أن بعض من تأثر بمرجئة الفقهاء يجعلونه شرط كمال ليس شرط صحة. صحيح أن عمل الجوارح شرط صحة، تصديق بالجنان وعمل بالأركان، عمل بالأركان طبعا هو عمل بالأركان أصلها وأساسها وأسسها وأساسها القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وتعلم هنا من أهم أعمال القلب التوكل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مسلمين. نعم، الخوف: وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، هذا كله دلالة على أنه إذا خلى القلب من الخوف من التوكل فلا إيمان، فلا إيمان، لأنه خلى من عمل القلب. وعمل الجوارح من الإيمان سماه الله إيمانا: وما كان الله ليضيع إيمانكم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، إذن إفاء من الإيمان. فيكون هنا الإيمان كما قلنا تصديق بالجنان، قول باللسان، تصديق بالجنان، عمل بالأركان. العلاقة بين الثلاثة نحن نقول أصالة تصديق القلب هو الأساس، وتصديق القلب يستلزم نطق اللسان، تصديق القلب يستلزم نطق اللسان، بهذا هو القول، يسبقه اعتقاد فيستلزمه، والعمل عمل القلب هو الأساس ويستلزم عمل الجوارح. عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. فهذه فيها دلالة على الاستلزام هنا في العلاقة بين الثلاثة، اللي هو قول اللسان وتصديق الجنان والعمل بالأركان. فيكون تصديق الجنان يستلزم قول اللسان، وعمل القلب يستلزم عمل الجوارح، وإن كان الكل مستقل، لكن نتكلم على العلاقات بينهم، لا يمكن أن تجد التصديق إلا وتجد معه عمل. وتصديق القلب أيضا يكون فيه عمل القلب يستلزمه. الغرض المقصود أن الثلاثة لا يصح الإيمان بغير الثلاثة، وهذا قاله الشافعي ونقل الإجماع على ذلك، على أنه لا يصح الإيمان إلا بقول وتصديق وعمل. ولذلك علماؤنا جميعا قالوا: الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. وزاد بعضهم: قول وعمل ونية. وزاد آخرون: قول وعمل ونية وسنة. وكله ينصب على هذا المعنى، كله ينصب على هذا المعنى، بأن الإيمان قول وعمل. وهذه الحقيقة المركبة في الرد على الخوارج والرد على المرجئة، في الرد على الخوارج والرد على المرجئة، لأن المرجئة يرون الإيمان شيئا واحدا، الخوارج يرون الإيمان شيئا واحدا، أهل السنة والجماعة يرون الإيمان حقيقة مركبة. وهذا يفيد جدا جدا طالب العلم هنا، في أن المؤمن قد يجتمع معه معصية وطاعة، يجتمع معه رياء وإخلاص، يجتمع معه نفاق لا يخرج من ملة، نفاق عمل يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، في رواية قال عهد غدر. فقد يجتمع معه أيضا إخلاص ونفاق، ويجتمع معه إيمان وكفر، يعني كفر لا يخرج من ملة، كفر دون كفر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فقد كفر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان من أمتي وما بهم كفر، أن يحل ميت
لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. أما الخوارج فيرون الإيمان يرون الإيمان شيئا واحدا، إما يذهب كله وإما يبقى كله، لذلك لا يثقون، يقولون من عصى الله فلا فقد كفر. كذلك المرجئة مع تباين الطرفين، وهذا عجيب، وهذا عجيب، لأن الإيمان عند المرجئة لا يزيد ولا ينقص، والإيمان يعني الإيمان مستوى عند الجميع، الإيمان عندهم مستوى عند الجميع، وإيمان أحد الأمة كإيمان جبريل. فما دام التوحيد موجودا، ما دام الإيمان موجودا، فلا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. يقول لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع لا يضر مع الإيمان طاعة، كما أنه لا ينفع مع لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا المرجئة. ما الخوارج يرونه شيئا واحدا، لكن يرون أن معصية واحدة تزيل الإيمان كلية من أصله وأسسه وأساسه، لذلك يكفرون بالكبيرة أو يكفرون بالمعاصي. والمعتزلة كذلك، لكن المعتزلة أجبن، هم قالوا في الدنيا منزلة بين المنزلتين، وهم قالوا بأنه كفر يخرج من الملة، لكن الثمرة ما الثمرة؟ قالوا يوم القيامة هو خالد مخلدا فيها، يكون خالدا في النار مخلدا مخلدا فيها. ثم قال يزيده كثرة العمل والقول بالإحسان. وإذا كأنه قال بأن العمل يزيد وينقص، وهذا حق، وقد ثبت بالتنصيص في الكتاب والسنة بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. يزيد بالطاعات كما قال الله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أجرا. قال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فهذا فيه التصريح بالزيادة. وقول الله جل وعلا: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وجمعت آية بين الزيادة والنقصان، آية في سورة التوبة، قالت: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وأتت أيضا بالنقص: وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى أجسهم. والنقص جاء مستقلا أيضا. طيب، بعد الصلاة بعشر دقائق ربع ساعة إن شاء الله نكمل الدرس، وأيضا السنة بعد الصلاة بعشر دقائق إن شاء الله ربع ساعة. جزاكم الله خير.